لمناقشة آخر مستجدات المشهد السوري معنا من اسطنبول رئيس الهيئة السورية للإنقاذ الدكتور أسامة الملوحي. مرحبا بك دكتور أسامة. الرئيس التركي قال إن عملية السيطرة على عفرين قد تنطلق في أي لحظة، إلى أي مدى ستؤثر هذه المعركة على المشهد السوري؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في الحقيقة يعني الثوار الصامدون في سوريا هم أمام أعداء كثر، وجزء من عدوهم هو يعني هي الميليشيات الكردية الانفصالية البيكاكا والبيدي، ورأينا منهم اعتداء وعدوان سافر في إن كان في مناطق ما يسمى بدرع الفرات، وحتى محاولات لعلكم تذكرون من عفرين باتجاه دارة عزة، يعني هم يتحرشون أيضا حتى بحدود مناطق إدلب. لذلك هؤلاء هم خطر على الثورة وخطر على الثوار، وهذا معلوم والكل مجمع على هذا الكلام، وهذا أمر مشترك بيننا وبين الأتراك أن هذا العدو يجب يعني علينا أن نتعاون لرده وصده، ولكن خلف هذا العدو هناك أمريكا. أمريكا من غير أمريكا لا وجود لأي قوة يعتد بها لدى هؤلاء يعني الميليشيات التي هم أكثرهم من خارج سوريا، أكثرهم القادة من خارج سوريا من حزب العمال الكردستاني التركي، ويعني وتعلمون كيف رفعوا صور أوجلان في كل منطقة يدخلون يرفعون صور أوجلان. هذا التوتر في التصريحات بين أنقرة وواشنطن بعد عزم الولايات المتحدة تأسيس جيش على حدود سوريا، من وجهة نظرك دكتور أسامة يعني إلى أي مدى يمكن فعلا تشكيل هذا الجيش مع هذا الرفض التركي؟ هذا الجيش هو وفق خطة متصاعدة متنامية لدى الأمريكان، وأقول لك ليس الإدارات، ليست لا إدارة ترامب ولا أوباما من قبلها، إنما الدولة العميقة، يعني الضباط في البنتاغون، الضباط في CIA، في الأمن القومي الأمريكي، كلهم هؤلاء يعني عزموا على أن تكون هذه الميليشيات ذراعهم العسكرية في المنطقة البرية، أقصد العسكرية البرية. لذلك سيكون هناك تأسيس مأسسة لأمر خطير أن يكون هناك جيش تحت اسم جيش حدود. ما معنى جيش حدود؟ أنهم ينتشرون على طول هذه الحدود التركية السورية، وسيكون هنا هو يعني جيش حقيقي منظم، وهناك كليات تخرج من يريدون من ضباط، وهناك تسليح رسمي، وهذا الأمر يعني تأصيله وجعله مؤسسة أمر فيه غاية الخطورة. ونحن دائما نقول للأتراك يجب عليكم مرة أخرى أن تكسروا القيود الأمريكية، هم كسروها أول مرة عندما دخلوا في قضية درع الفرات وكان هناك رفض من أمريكا باستمرار، وعليهم اليوم أن يعني يجتاحوا كل المناطق على الأقل غرب الفرات كما قالوا مرارا على الأتراك أن ينفذوا تصريحاتهم، وتصريحاتهم هي لصالح المنطقة. هؤلاء معتدون، وأكثر قادتهم من خارج الحدود ومن خارج حتى يعني منظومة القيم في المنطقة، يعني حتى هم يعني نحن نصفهم بالملاحدة، يعني أغلبهم فعلا بالملاحدة. أنا أتحدث عن القادة. فيما لو شكل هذا الجيش، برأيك كيف سينعكس ذلك على الوضع في سوريا؟ يعني أنت تعلم أنه الجبهات كثيرة من حول الثوار، نحن نتكلم عن كجهة ثورية، فلدينا جبهات مع داعش وجبهات مع النظام مع الميليشيات، ولدينا أيضا جبهات مع هذه الميليشيات الكردية، والأمر يعني يؤثر لأن هؤلاء لديهم صلات مع النظام بشار الأسد، ولا طالما تعاونوا معه ونسقوا معه، وهناك ضباط كثر دخلوا إلى المناطق التي اعتدت الميليشيات واحتلتها وهي مناطق عربية، دخل ضباط النظام إلى المناطق التي يريدونها خاصة في تل رفعت والمناطق مدير جميل وما حولها على كل الأحوال. لذلك نحن أمام عدو يعني متواصل متشابك متصل ببعضه البعض، جهات كلها تتواصل. يعني اليوم نحن نرى في مناطق في جنوب إدلب مناطق يكون فيها داعش والنظام متجاورين ينهشون بالمناطق المحررة، وتكون هجمات يعني مترادفة. هذا الأمر يعني في الحقيقة أمر خطير، ونحن
يعني نتمنى على الأتراك أن يكون لهم فعلا فعل قوي يرد هؤلاء إلى شرق الفرات على الأقل كمرحلة أولى. نعم دكتور أسامة الملوحي رئيس الهيئة السورية للإنقاذ، نشكرك شكرا جزيلا.